بدأت في البحث والعمل على إنشاء رياضة القوس والسهم والعمل على إحياء هذه الرياضة. هذه التجربة تجربة شاقة جدا، بحيث لا يوجد أي مراجع، لا يوجد أي مخطوطات عربية للأسف. مكون عفوا من الخشب ومن قرون الحيوانات ومن أعصاب الحيوانات العصب، وتجمع هذه الأشياء كلها بغراء طبيعي خالص يتم إخراجه إما من أمعاء الأسماك أو المثانة تاعت السمك أو العوامة تاعت السباحة أو الأعصاب الأوتار تاعت الحيوانات، يتم غليها إلى عدد كبير من الساعات في درجة حرارة خاصة، وتتم عملية بناء هذا القوس قد تستغرق من عام ونص إلى عامين. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.